خيمة، ما عم بسمع علي صوتك شوي. يا راني الله يرد عليك، اطفي المكنسة، بدي اعرف اسمع. ايه هلا صرت اسمع منيح. لا، لانه كان صوت مكنسة الكهرباء عم يشوش علي. شو عم تقولي؟ صرنا بعام 2050 ولساتني عم بستعمل مكنسة كهرباء؟ لك والله لا اختي، انا هيك طبعي، ما حلك تعرفي. دقة قديمة كلاسيكي، ما بحب التغيير. بعدين هي المكانس تبع الليزر يلي طالعة هلا، ومكانس اشعة جاما، ما عم بتمخي النوب. انت جاي؟ والله ما بعرف، بحاول ما اتأخر. بيجي على المترو تبع الساعة 10. ايه وهو كذلك. الله معي. الو الو، وينك؟ لحظة، ما قلتي لي شو ناوي تعملي عشاء؟ اكل من برا؟ ماشي الحال، شو علي؟ لا، وصي على اكل جاهز من الصيدلية، يعني تشكيلة صغيرة، شوية حبوب على كوسة محشي، وشوية تحاميل على ملوخية، ولا تنسي بودرة الفريج، ها بحبها كثير، صار لنا زمان ما سفينا بودرة. وهو كذلك. الله معك حبيبتي، مع السلامة. ارجع شغل المكنسة معلم. لا لا، ركاب المترو الله يرضى عليك، ونط على حمص، جيب لي شوية شرب وحمصي بالقشطة وارجع. أمرك معلم. بس وينها؟ لا تخطو مهيصة، نص ساعة وبترجع. حاضر معلم. مثل الطير طاير أوام. شلونك؟ شلون الصحة؟ يا ترى فاضي؟ ولو ما كنت فاضي بفضلك. لك اهلين وسهلين، سلم لي وشك حلو. عفوا عفوا. يا اخي ما برتاح بالحلاقة اللي عندك. صحيح محلك كثير قديم وانتيكا، بس بشم فيه ريحة الماضي. مو هيك؟ ابدا، بحس حالي عايش بعام 2000. بعام 2000 ما؟ ايه، اسأل الله على عام 2000، اسأل الله على هذيك الايام، قديش كانت الحياة بسيطة وما فيها تعقيدات. يا اخي انا كل شيء قديم بحبه، هيك عقلي، بعشق القديم وبهوى الانتيكا والله زيد الباقي. بس بدك مين يقدر؟ لا، والناس بتفكرني مجنون وبتقول عني دقة قديمة. ايه والله يا ابو هاني، انا مثلك تماما، ما عم بقدر اتأقلم مع هالعصر. بدك تقش، ما هيك؟ تقش دقنك يعني. اي نعم، بدي قش. تكرم شواربك، على عيني وعلى راسي. الله وكيلك، عم نشوف شوفات بتشيب لها رأس الولدان. اسمع اسمع على القصة. اجاني من كم يوم شاب ومعه صبية، وقالوا لي حلقنا مثل بعضنا. قلت لهم مو مشكلة، اهلا وسهلا، محل هذا بيستقبل مين ما كان. كيف بتحبوا القصة؟ احزاب شو جاوبوني؟ وشو جاوبوك؟ قال بدهم قصة 0012 يا اما قصة 6C. يا لطيف على القصة، على القصة. ورضيت؟ طبعا لا، ولو عادي، انت بتعرفني تماما، ما احلاني وانا رضيان. قلت له لعمي انا صالوني على القديم، وما بقص الا قصات قديمة وكلاسيكية او نووية، يعني انا ما بقص غير بانكي او مارينز او فرزاتشي، وغير هيك ما لي مصلحة. طبعا وافقوا. طبعا لا. قال شو قالوا لي؟ قال معقول انقص بانكي؟ اننا شو بدك ترجعنا 40 سنة لورا؟ وحملوا حالهم مشيوا يا عادي. لندم عليك دمع الندم غالي، الخاطر عينيك ضيعتنا حالي، وكنت اقول انك حبيبي. هي لندم عليك دمع الندم غالي، الخاطر عينيك ضيعتنا حالي، وكنت اقول قول معي قول انك حبيبي. هي لندم عليك قول ولا دمع الندم. الله شو الله. اخ اخ، ايام ايام ايام. اخي انا عندي شوية بمكتبتي، لا لا ابو هاني، لا هي اتركلي اياها، هي بدي اياها مثلك، خليني اياها مثلك.
على عيني وراسي لا بتقبر عظامي يا عادي. ليش انا بحبك؟ لانك دقه قديمه مثلي، بتحب كل شيء قديم وكلاسيكي. عم اقول لك هالجيل هاد جيل ممسوخ ومايع، لك بتلاقي الواحد رح يتخرج من الجامعه ولسه شبابه عم يخططوا وصوته عم يبلش يتخان. عليم الله بتذكر حالي من لما كان عمري ما بعرف 18 سنه يمكن كانوا شواربي كتفوا جمال، كنت وقتها بصف التاسع. لك هيك شواربي طبعا طبعا. شو جاب لجاب لك هلا كل شيء مسخ لك ابو هاني؟ هذا اكل يلي عم ناكله، هذا جيل حبوب وبودره. الله يرحم الله يرحم جيل حليب العلب يا ابو هاني. ايه والله يرحم حليب العلب يا عادل، شو كان له دور؟ لك يا اخي كان الاكل غير شكل. شو الحكي؟ أكل مغذي ومدروس وطبيعي. لك اسأل الله اسأل الله يا عام الألفين، اسأل الله اسأل الله أيام حليب العلب والسمنة المهدرجة والبيتزا والهمبرجر والهبدوغ والكوردون بلو. يا ما شاء الله. وللي ليش يا أبو هاني؟ ايه والله يا عادل للي ليش وميت للي ليش. قسما بالله ما ياكل شي واحد من شباب هالايام قطعه كوردون بلو لحتى يروح فيها. او شي كروسانة على زعتر مثل ايام زمان. ولي كروسانة يا حبيبي معناتها فورا بيروح على الجبانه. لك اسال الله ايام 2000 والكروسان اسال الله. ولك هذا كان اكل دسم وبيرمم العظم مو مثل هلا. خذ مثال، امبارح حكيت قدام اولادي انه جاي على بالي اكله كروسان على زعتر وزيتون. الله وكيلك اطلعوا فيه وكاني جاي من كوكب ثاني. نعيمه لك يا عادل. نعيمه الله ينعم عليك. بس بدك الصراحه انت عم تحكي شيء يعني بخليهم يستغربوا عن جد، لانه هذا الشيء مو شايفينه ابدا. لا والله مو شايفينه لحبيبك، مو شايفينه منو. ايه حبيبي كيف تقص شعرك؟ بانكي بانكي ابو هاني، يعني حلك تنسى قصه شعري؟ هي قصتي المفضله. حافظها بس انت لحالي بركي المره حابب تقص على الموضه. لا 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 بعدني على الموضه، هي ما بتوقتيني ابدا. طيب تحب تسمع شيء اخي عادي؟ ايه والله يا ريت. اذا في عندك شيء سيديات قديمه، لانه اغاني الايام عم تزعجني كثير، ما بفضلها ابدا. والله الحق معك، ليش طرب هالايام طرب طرب. الله يصلحك انت الثاني ويهديك، انا ما بسمع هيك شيء ابدا. يا سلام عليك يا ابو هاني، يا سلام عليك على مجموعه الصوت لهلا بحتفظ فيها. يا سيدي هالمسجله هي شايفها؟ هي عمرها اكثر من 50 سنه، وردانا عن ابي الله يرحم ترابه، ومالي مستعد بدلها ابدا بمسجله ثانيه حديثه ولو دفعوا لي فوق امال الدنيا. بالفعل يا ابو هاني هالمسجله ثروه، ثروه حقيقيه لانها انتيكه وعلى القديم، وانا روح قلبي موديلات القديمه. تسلم لي عينك، تسلم لي عينك ما احلاك. بعدين صوتها غير شكل يا اخي. اكيد طبعا ما في شك. اللي سيد عادل شو بتحب تسمع انت؟ انا عندي تسجيلات قديمه ونادره كتير كتير. ولو يا ابو هاني انت طول عمرك مزوق مزوق وبتفهم بالطرب الاصيل. هذا من لطفك يا عادل. اللي شو بتحب تسمع ابو هاني؟ شو في عندك اغاني تراثيه؟ ها تراث عندي لمحمد فؤاد وصابر الرباعي وزين العمار ورامي عياش وحكيم. يا سلام عليك يا ابو هاني، صار لي زمان ما سمعت هالمطربين الكبار. وينك؟ اذا عندك اوبريت صابر الرباعي الله الله يا بابا، حط لي اياها دخيل عينك ابو هاني. ابن حلال موجوده؟ ها يا سلام يا ابو هاني يا سلام. شغله
قطعه فلكلوريه نفيسه. شو هالكلمات هي؟ لك هي اسمها كلمات. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. يعني بتحس في موضوع يا اخي بالغنيه، في قصه واحد مفارق ابوه ومو شايفه مدري من امتى وعم يبعث له هالكلمات الحلوه حتى يناخشه ويعاتبه. مو مثل كلمات هالايام؟ اعوذ بالله لا تذكرني باغاني هالايام مشان الله. العمى لا كلمات ولا الحان ولا اداء. ليش انت ما بتتذكر غنيه بابا يحي 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 بابا اوباح؟ طبعا بتذكرها، يخرب بيت اذا ما بتبكي الدباب. بالفعل انا كل ما بسمع هالغنيه بيعبق وشي، بتغرغر الدمعه بعيني وبجي لابكي. يا اخي معك حق، يعني الاغنيه مؤثره كثير. اخي ايام زمان كانت الناس فاضيه وفي عدا وقت لتفكر وتبدع، مشان هيك الاغاني القديمه حلوه. بالفعل اواني كلامك كثير دقيق، يعني كانت الغنيه تتلحن بيوم بيومين واحيانا اكثر. مو مثل هلا الغنيه عم تتلحن عن طريق الكمبيوتر بخمس دقائق وتتوزع بثلاث دقائق. طبعا يعني هذا عصر السرعه. قلتك دخلك. شو اخباره رفيقك يانس؟ صار لي زمان ما شفته. راح يعمل سياحه، تعرف هذا ما بيقدر ما يشم هواء. وين ناوي يسوح هالمره؟ راح يقعدوا كم يوم بالغواصه تاعك في سلوري، بعدين اجى لا طقس حلو راح يطلع على مر مشوار. نيال قلبه نيال قلبه نيال قلبه على هيك سياحه، مو مثل السياحه تبعنا. قال نحن اذا حبينا نشم الهواء منروح يا اما على امريكا يا اما سياحه على اليابان او استراليا. ايه تضرب هيك سياحه مشرشحه تضرب. الواحد شو بده يعمل يا ابو هاني؟ يعني بضل الرماد احسن من العمى. بقضيها ساعتين زمان، مشوار قريب على امريكا، روحها رجعه. هو بدك الصراحه انا بخاف اركب مركبه فضائيه، لا تقول عني متخلف، بس هيك انا. ايه طبعا معك حق، ليش قلت حوادث عم تصير؟ كل يوم حادث شكل. هذا خير حوادث الاختطاف. يا سيدي صرنا باخر وقت ما في كلام. دخلك سمعت شي اخبار اليوم؟ ايه طبعا سمعت ابو هاني. في شي جديد يا ترى؟ عم بيقولوا انه بده يصير مؤتمر قمه عربي. شو الحكي؟ الله يبشرك بالخير. اخي لازم يصير مؤتمر بهالوقت حتى تهدى الاوضاع شوي وتتصافى النفوس ويترتب التنسيق، بس انت قول ان شاء الله يطلعوا بقرارات مهمه. لا لا ابو هاني هالمره غير شكل، هالمره في قرارات مهمه عم تنطبخ. مثل شو يعني؟ قال الرؤساء والزعماء العرب ناويين هالمره نيه اكيده، راح يضغطوا على كل المجتمع الدولي من شان تطبيق قرارات مجلس الامن 242 417 2580 و5450. يا عيني عليك، هي هي الاخبار اللي بتفرح. احلنا صرنا بال2050، بس بيقدروا يضغطوا يا ترى؟ بيقدروا.